البشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء. Because it's not normal for people to come. You said how many people committed suicide here? One upstairs, one downstairs, one not here but outside. Outside. But here no, nobody. No. Oh, sorry. Yeah, two people died in this room here. Two people died here. Yeah, one this one, one that one. Normal death. Or they killed themselves. One suspicious, but one was normal. لا حول ولا قوة إلا بالله. So as we can see that people commit suicide a lot in this building, and we can see that the level of the waswasa from the shayateen or the billah, the people who are in this building is great. So we're going to go down the scene, inshallah ta'ala. Bismillah. 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 So usually we believe that if there is any activities from the gym, it will be mainly in the under sore area. Sawarlouni, can you highlight here, please? Wakhir, wakhir, wakhir. We cannot see much. You ask the brother to highlight. So this is like boiler room. It's like an empty room here. But we're gonna recite some Quran here. It's like a double. We're gonna recite Adhan and few verses. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ونفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله ولي